في سؤال برضو تاني، هل يجوز الصيام بدون صلاة؟ يا سيدتي الفاضلة، الصلاة فرض والصيام فرض، والصلاة ركن من أركان الإسلام كما أن الصيام ركن من أركان الإسلام، بل إن الصلاة يشدد على فرضيتها أكثر من الصيام، لأن الصيام قد يسقط بالعذر، أما الصلاة فلا تسقط بعذر. إحنا لما نجوز في خلال أمهات الكتب الفقهية وأقوال العلماء والفقهاء نلحظ بأن ممكن الإنسان يبقى عاري تماما، عاري الجسد تماما كما ولدته أمه وهو بالغ ويصلي، واحد مسجون ويقول لك صلي، ما حدش من الأئمة يقدر يقول له تسقط عنك الصلاة بحال من الأحوال نهائيا. فعلا لو في حد تعبان يقدر يعني الا في عنده شلل او حاجه يقدر يصوم بعينيه، يصلي اماء، يصلي وهو جالس، يصلي وهو قاعد، يصلي على جنب، وهكذا يصلي على الدابه، يصلي الصلاه لا تسقط الا مثلا لحائض او نفساء، لان الحائض لا تعيد والنفساء كذلك لا تعيد، انما تعيد الصوم لان الصوم لا يتكرر شهر واحد، اما الصلاه فيها 5 صلوات في اليوم والليله، وبعدين ما يصليش ازاي؟ والعهد بيننا وبين الكفر الصلاة، فمن تركها فقد كفر، فنخشى عليه من ذلك. ومواقيت الصيام عندما فرضت ربطتها الشريعة الإسلامية بالصلاة، كما كقوله تبارك وتعالى أحل لكم الصيام ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، إلى نهاية الآيات، لم حتى قال وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الإيه؟ من الفجر. والصيام الإمساك من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، ربطها بالفجر وربطها الفجر، ده عايز إيه بقى؟ هنغني له ولا هنصلي؟ هنصلي. والمغرب هنغني له ولا هنصلي له؟ هنصلي. يبقى إحنا يعني أنا أسأل الله تبارك وتعالى، وهذا يأتي من الأسرة، المصيبة المصائب أن يرى الإنسان مسلما تعدى 40 أو 50 سنة، أو مسلمة تعدت 40 أو 50 سنة وتسأل تقول ما بصليش البيت أساسا. ولذلك كان النبي عليه السلام حريصا على أن يزدي بالنصيحة إلى كل رب أسرة، مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع، ده في عقاب إذا بلغ الولد 10 سنوات دون طيب أن يصلي. لو بلغوا 10 سنوات وما بيصلوش أو اتضربوا وبعد كده برضو ما بيصلوش، أعمل معهم إيه؟ هذه الأمور من الهدايات التي لا تطلب إلا من الله رب العالمين، اهدنا الصراط المستقيم، هنا الدعاء، هنا بقى الايه الدعاء، ان الام تدعو الولد، مش لازم الضرب ومش لازم الخبط، ولا نقول لا نسيء، لان المشكله ان الاب عشان يعلم الولد الصلاه لازم يكون قدوه للولد، ما يبقاش الاب تارك للصلاه ويقول له صلي صلي عشان ربنا يكرمك. يعني بيحصل كده، انا بشوف كده، يعني ممكن اب يزعل ابنه قوم صلي، هو يا اما ما يسيبه يصلي ويسيبه يعمل شعره كده، بقول لي واحد مثلا مره ايه ده ايه يا حاج ده ابنه داخل شعره كده احكي كده وبتاع، قال لي يا سيدي، قلت له نعم يا سيدي، قال لي بيحب محمد صلاح، قلت له ما يحبش محمد صلاح الا في شعره، طب ما يحب محمد صلاح في قدميه موهبته، يعني ما يبقى شاطر في الموهبه، واحد لازم يبقى شاطرين في البكاش، فهنا لازم لابد ان يكون الاب قدوه وان تكون الام قدوه. الولد الصغير بيشكل كالعجين، يشوف امه بتصلي يجي جنبها ويركع ويسجد، هو مش عارف حاجه، ولكن ايه؟ يريد ان يقلد ويريد ان يمثل. فهنا احنا عايزين القدوه قبل ما نقول الولد ما بيصليش ليه؟ وانت حضرتك كنت فين؟ ما عشان اما يصلي، اما اموت انا انتظر منه دعاء صالح او ولد صالح يدعو له، ما بيصليش ما يبقى صالح. والبنت برضه كذلك، والام عليها يعني لابد ان تبذل في ذلك جهدا كبيرا لصلاح الاسره. ودايما نكثر من دعاء
ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إمام. قرة العين دي يعني إيه؟ يعني إيه قرة عين؟ قرة عين دي الدمعة بسيطة كده، نقطة كده من العين بتنزل بتبرد هنا، بترطب هنا. دي بترطبها إمتى؟ من شدة الفرح. ما هو مش في واحد من شدة الفرح بيضحك يبتسم ويضحك، هنا بقى من شدة فرحه قلبه ضحك، ظهر على وجهه، ظهر على السم، يقوم هي دي الايه؟ هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين، شوف ابنه ناجح يقوم من شدة المسرة تدمع عيناه، يبكي من الفرح، تدمع عيناه وفرح، يبكي من الفرح.